في إطار توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه التي صادرت خلال شهر رمضان المبارك بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية، أكدت وزارة الإسكان أنها مستمرة في توزيع أكثر من 2800 وحدة سكنية من وحدات مشروع مدينة سلمان الجاهزة بالجزيرتين 13 و14 حتى نهاية أغسطس المقبل. وأشارت الوزارة أنها تمكنت من إكمال نسب الإنجاز فيما يزيد على 3000 وحدة سكنية بالمدينة، والتي شهدت تنفيذ أولى مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الوحدات السكنية. فيما أكدت الوزارة أن مشروع مدينة سلمان الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج عمل الحكومة التي التزمت به وزارة الإسكان ببناء 25000 وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018 وفقا للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40000 وحدة سكنية، وأنها ستواصل العمل بالتزام تام نحو توزيع 5000 وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد حسب توجيهات جلالة الملك المفدى وتوزيعها على المستفيدين من أصحاب الطلبات في جميع محافظات المملكة، وذلك بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة.